بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. سنكون معكم أعزائي في هذه المحاضرة ومجموعة من الأسئلة الخاصة بالدوال الشطرية وجميع الأسئلة التي سنتحدث عنها الآن هي لا يمكن تحقق لا مبرهنة رول ولا القيمة المتوسطة. وكونوا معي أعزائي، وهذه الأسئلة. السؤال الأول أعزائي، وهو من أسئلة الكتاب المنهجي، شلون راح أتعامل ويا هذا السؤال ونعطيني الفترة سالب 4 2، السالب 4 هي أصغر قيمة، 2 هي أكبر قيمة. إذن خلينا نشوف الحل التفصيلي لهذا السؤال. حياكم الله أعزائي، السؤال مثل ما شفتوه من خلال شاشة الموزابوك وموجود قدامكم على السبورة الآن، أكثر بيع زائد 1 وسالب 1. لو أجي أبحث عن الحد الفاصل في هذا السؤال رح ألقى الحد الفاصل اللي متكرر هنا مرتين اللي هو سالب 1. زين، هذه الفترة شلون أقراها وهذه الفترة شلون أقراها؟ الحد الفاصل هو سالب 1. هل الاثنين أكبر من سالب 1 لو أصغر منه؟ أكبر من السالب 1. إذن هذه الفترة الأولى تنقري X أكبر أو يساوي سالب 1. ليش؟ لأن السالب 1 مغلق. زين، هل السالب 4 هو أكبر من السالب 1 لو أصغر من السالب 1؟ إذن أصغر من السالب 1، إذن هذه الفترة تنقري X أصغر من السالب 1 فقط. ده تلاحظ المساواة موجودة فوق وما موجودة جوا. هسه الركعتين اللي راح نصليها نقول بلكي السالب 1 من نعوضه فوق وجوا ما مساوين، هنا من نعوض السالب 1 تربيع 1 زائد 1 2، وهنا سالب 1 فقط. إذن الـ L1 لا تساوي الـ L2. السؤال الوحيد اللي موجود بالكتاب ضمن مبرهنة رول والقيمة المتوسطة على الدوال الشطرية هو هذا، مو معناها هو يجي إذا راد يعقد السؤال عليك راح تجيب لي دالة غير مستمرة ولكن بنمط آخر. وشفنا بالمحاضرة السابقة شلون ممكن تكون الدالة غير مستمرة. إذن الملاحظة المهمة والمهمة جدا، إذا كانت الدالة غير مستمرة يكفي ذكر السبب الذي يجعلها كذلك. إذن جربنا وطلعت الدالة غير مستمرة، راح تقول لي مطاني فترة بالسؤال، ما قال لي ابحث تحقق مبرهنة رول على الفترة الفلانية. الملاحظة تقول إذا لم تحدد الفترة في السؤال فيبنى السؤال على الفترة الشاملة التي تربط بين أصغر قيمة وأكبر قيمة. يعني ممكن السؤال يقول لي ابحث تحقق مبرهنة رول حيث X تنتمي إلى سالب 4 2، ويكون السؤال أكيد أكثر منطقية إذا قال لي هيجي ولقيت الحد الفاصل موجود بيناتهم، فتكون الدالة غير مستمرة أكيد حسب الشروط اللي سولفنا عليها. وإذا ما قال لي X تنتمي إلى سالب 4 2 واكتفى بذكر هذه الفترتين، الملاحظة تقول يبنى السؤال على الفترة العمومية الشاملة هي سالب 4 2. زين، إذن شلون أحل هذا السؤال؟ راح أجي أقول limit عندما X تقترب من سالب 1 باتجاه اليمين. من هو اليمين؟ اللي قابل الأكبر. إذن الدالة هي X تربيع زائد 1، سالب 1 تربيع هو 1 زائد 1 ويساوي 2 اللي هو الـ L1. وبعدين ايش راح أقول هنا؟ limit عندما X تقترب من سالب 1 باتجاه اليسار اللي هو من هو السالب 1، وغاية الثابت هو الثابت نفسه اللي هو L2. إذن معناها بما أن الـ L1 لا تساوي الـ L2، إذن ايش راح أقول هنا؟ إذن معناها الغاية شبيهة، الغاية غير موجودة، والدالة شبيهة، الدالة ستكون غير مستمرة ولا يمكن لا تحقق رول
إذا قال لي رول ولا يمكن تحقق القيمة المتوسطة إذا قال لي مبرهنة القيمة المتوسطة. إذا يمكن هذا أسهل سؤال لحد الآن ما جاي بالوزاري، ممكن يجيني بالوزاري ولكن بتغيير معين، ومكان ما يقول لي سالب واحد يقول لي مثلا x زائد 3، شنو المشكلة؟ إذا كان x زائد 3 وأجي أعوض السالب واحد، لا ما يقول لي x زائد 3، إذا x زائد 3 راح تطلع مستمرة. إذا قال لي x زائد 4 فمن أعوض السالب واحد، سالب واحد زائد 4 راح يصير 3. هم نفس الشيء راح أقول بما أن الـ L1 لا تساوي الـ L2 تكون الغاية غير موجودة والدالة غير مستمرة ولا يمكن تحقق أي شيء. زين، إذا قال لي x زائد 3 لا تكون الدالة مستمرة، لازم أنتقل إلى المرحلة الثانية هي قابلية الاشتقاق، وستكون الدالة غير قابلة للاشتقاق. إذن انتهى هذا السؤال أعزائي، وخلي نشوف من خلال شاشة الموزابوك السؤال الآخر أبو الأربع ركعات. ستكون الدالة مستمرة ولكنها غير قابلة للاشتقاق. اذهبوا معي إلى شاشة الموزابوك للتعرف على هذا السؤال. إذن أعزائي الحل الكامل لهذا السؤال مثل ما تشوفوا ما يحتاج فقط الـ L1 والـ L2، بما أن الغاية من اليمين لا تساوي الغاية من اليسار، إذن لا يمكن تحقق لا مبرهنة رول ولا القيمة المتوسطة. سؤال الأربع ركعات، لو أجي أباوع الحل التفصيلي لهذا السؤال خلي نشوف مثل ما شفنا بالجزء السابق. إذن X أكبر من واحد، X أصغر من واحد، الدالة مستمرة لأنها كثيرة حدود، هذه ما بيها مشكلة. بعد من أجي أعوض الواحد، أعوضه فوق وأعوضه جوه، اثنيناتهم أشوف نفس الجواب ثلاثة، أطبق كل شروط الاستمرارية تطلع الدالة مستمرة على الفترة المغلقة سالب 4 2 لأنها تقع ضمن مجالها. ولكن من أشتق الأولى راح أصير 2x ناقص 4، من أشتق الثانية راح أصير سالب 4 فقط، المشتقة من اليمين راح تساوي سالب 4 لتقابل الأكبر، المشتقة من اليسار تساوي سالب 2، بما أن المشتقة من اليمين لا تساوي المشتقة من اليسار، إذن الدالة غير قابلة للاشتقاق ولا يمكن تحقق أي شيء. وأعتقد أيضا سؤال سهل ولا بأس أن يجيب الامتحان الوزاري. الملاحظة رقم 4، للتعامل مع دوال القيمة المطلقة يجب تحويلها إلى دوال مزدوجة ثم التعامل معها حسب التفصيل السابق. خلي نشوف هذا السؤال شلون طريقة حله بشكل تفصيلي. إذن وياي إلى السبورة الاعتيادية. حياكم الله أعزائي مرة أخرى، والملاحظة الأخرى بعد ما كملنا كثيرات الحدود والمثلثية وماذا الدوال الشطرية، ننتقل إلى ملاحظة خاصة بدوال القيمة المطلقة. والملاحظة تقول لا يمكن التعامل مع دوال القيمة المطلقة إلا بعد تحويلها إلى دوال شطرية. زين، شلون نحول القيمة المطلقة إلى دالة شطرية؟ أريد أكتب لك فشي وبعدين أريدك تتهجى هذا اللي راح أكتبه. إذن هذا شلون ينقري؟ شلون ينقري؟ أريدك تتهجى أو تقرأ بالطريقة العلمية. دا أسمع بعضكم دا يقول لي مطلق X يساوي X، X أكبر أو يساوي صفر، سالب X، X أصغر من صفر. إذن الطريقة اللي قريت بيها هذا السؤال بطريقة التهجي، وتذكرني بقاسم إسماعيل شلوب. راح تقول لي من هو هذا قاسم إسماعيل شلوب؟ هذا هو عريف في الجيش، ناجح بالأول ابتدائي من الدور الثالث وبعدين رسب في باقي المراحل، وصار عريف بالجيش ودي يضيع الأسماء للفصيل مات دي يسجل غياباتهم، وأحد اللي يضيع أسماءهم هو قاسم إسماعيل شلوب، ومسجل غياب في كل هذه الفترة، ومن راد يدخله هروب راح دي يسأل على مدى حقيقة وجود اسمه في هذه القائمة، واتضح بأن هناك
في بداية القائمة مكتوب عبارة قائمة بأسماء الجنود، ولكن هو مع الأسف دا يقراها قاسم إسماعيل شلوب وماكو هيج اسم بالأصل، وهي قائمة بأسماء الجنود. يعني أنت من قريت لي مطلق X يساوي X فارزة X أكبر أو يساوي صفر، وسالب X فارزة X أصغر من صفر، صرت مثل صاحبنا من يقرأ قاسم إسماعيل شلوب، ولكن الطريقة العلمية لقراءة القيمة المطلقة هي إن كان داخل المطلق موجبا فيبقى على حاله، وإن كان داخل المطلق سالبا فيضرب في سالب واحد. يعني لو ردت منك مطلق الأربعة ومطلق السالب أربعة ومطلق الواحد ناقص جذر اثنين ومطلق الجذر اثنين ناقص واحد، إذا كان داخل المطلق موجبا يبقى على حاله، وإن كان داخل المطلق سالبا يضرب في سالب واحد، راح يصير سالب سالب أربعة ويساوي أربعة. جذر اثنين ايش قد قيمتها؟ جذر اثنين تقريبا واحد وأربعة بالعشرة، خلي نقول واحد ونص. واحد ناقص واحد ونص هو سالب نص، إذا حسب تعريف القيمة المطلقة يضرب في سالب واحد، راح يصير سالب واحد زائد جذر اثنين. زين، جذر اثنين ناقص واحد، إذا نفس العملية واحد ونص ناقص واحد هو نص، إذا حسب تعريف القيمة المطلقة يبقى على حاله. إذا القراءة العلمية الدقيقة لتعريف القيمة المطلقة هو إن كان داخل المطلق موجبا يبقى على حاله، وإن كان داخل المطلق سالبا يضرب في سالب واحد. إذا هذا تعريف القيمة المطلقة. هسه بهذا السؤال دا يقول لي ابحث تحقق مبرهنة رول لهذه الدالة. الملاحظة تقول دوال القيمة المطلقة حولها إلى دوال شطرية قبل ما تبحث أي شيء مطلوب من عندك. أصبحت دالة شطرية حدها الفاصل يساوي صفر، من نعوض الصفر فوق وجوة مساويات، إذن معناها الدالة مستمرة. إذن من الأكس تساوي صفر راح أجي أبحث الرباعية، صورة الصفر تساوي صفر، ليمت اليمين أكس تقترب من صفر باتجاه اليمين اللي هو أكس يساوي صفر، ليمت اليسار أكس تقترب من صفر باتجاه اليسار صفر، الـ L1 تساوي الـ L2 الغاية موجودة، صورة الصفر تساوي limit of of x عندما x تقترب من صفر. إذا سويت هذا الحكي، وقبل من الـ x أكبر من صفر و x أصغر من صفر الدالة مستمرة، كلش كافي أسوي هذا الحكي. إذا وين أروح؟ أروح هسه إلى قابلية الاشتقاق. زين، إذا كانت هذه هي الـ f of x، إذا الفتحة للـ x تساوي شرح يصير عندي مشتقة الأكس هو واحد لكل أكس أكبر من صفر، ومشتقة السالب أكس سالب واحد لكل أكس أصغر من صفر. إذن المشتقة من اليمين لا تساوي المشتقة من اليسار، بما أن الفتحة للواحد باتجاه اليمين اللي هو واحد، وأفتح للواحد باتجاه اليسار سالب واحد، إذن ذولا شبيهم؟ ذولا ما مساوين. يعني معناها الدالة شنو؟ الدالة رح أكتب بالامتحان، رح أكتب بما إن المشتقة من اليمين لا تساوي المشتقة من اليسار، إذن معناها الدالة شبيها؟ الدالة هي غير قابلة لمن؟ غير قابلة للاشتقاق، ولا يمكن تحقق مبرهنة رول، ولا يمكن تحقق القيمة المتوسطة. إذن الهدية دا أعطيك إياها عزيزي، دوال القيمة المطلقة
دائما مستمرة، دائما غير قابلة للاشتقاق بالنسبة للحد الفاصل، ولا يمكن تحقق مبرهنة القيمة المتوسطة. أريد أسوي وياك في التدريب شلون تحول السؤال إلى دالة شطرية. إذا قلت لك مطلق مثلا 2x ناقص 4 شلون تحولها إلى دالة شطرية؟ إيش راح تقول هنا؟ لا تكتب من البداية، اكتب لي منا الطريقة العلمية. شو تقول؟ إن كان داخل المطلق موجبا فيبقى على حاله 2x ناقص 4، وإن كان داخل المطلق سالبا رح أقول عليه أصغر من صفر يضرب في سالب واحد، معناها سالب 2x زائد 4. شنو الحد الفاصل هنا؟ الحد الفاصل مو صفر، دير بالك. أحول السالب 4 إلى الطرف الآخر يساوي 4، أقسم على 2، يعني الحد الفاصل رح يكون 2، x أكبر أو يساوي 2 و x أصغر من 2. يجوز أجيب لك سؤال بالامتحان ابحث تحقق مبرهنة رول على هذه الدالة بالفترة مثلا سالب 2 4، أكيد هي مستمرة ولكنها غير قابلة للاشتقاق. أحذرك فالتحذير معين، لو كانت هنا سالب 2x وقسم على سالب 2، الأكبر تصير أصغر والأصغر تصير أكبر. إذن بهذا القدر ينتهي هذا الجزء. انتظرني في الجزء اللاحق إن شاء الله، رح نسولف على نوع خامس من الدوال وهو الدوال النسبية. إذن أعزائي، دوال القيمة المطلقة يعني بالكتاب مو كلش مهتم بيها بهذا المجال، ولكن الحل دشوفه قدامك. دوال القيمة المطلقة في حالة كون الحد الفاصل يقع داخل الفترة المعطاة، سالب 3-3 سالب 1-3، المهم يقع داخل الفترة المعطاة، فهي دائما مستمرة ودائما غير قابلة للاشتقاق. ودنشوف أن هذه الدالة هي دالة القيمة المطلقة، وانتهى هذا الجزء إن شاء الله. سنكون معكم والمحاضرة التاسعة، وستكون خاصة بالدوال النسبية. إلى ذلك الحين أستودعكم بأمان الله وحفظه.